هعمل لكم شوربه لطيفه قوي قوي النهارده كده من سبانخ البيبي سبينتش ومكعبات الدجاج. طيب معايا مكعبات دجاج، زبده، ملح وفلفل جوزة الطيب، بصل ودقيق، وسبانخ بيبي نونه نونه يعني شو رايح كده، ومرقه طبعا وكريمه. طيب نعمل ايه بقى؟ اول حاجه هعملها اني هاخد شويه زبده هكذا، بسم الله، ناخد دي كده اوكي، ونحطهم هنا ماشي، ونشوح بس ايه الزبده تسيح، ونشوح الفراخ، نشوح الفراخ، صدور فراخ نقطعها ايه نونه هكذا، ونشوح مع ملح وفلفل طبعا اهو وبهارات، وهنا احط البصل هنا في ملح وفلفل وبهارات، هنا بهاراتي هنا حاطط جوز الطيب، يلا نقلب ده كمان كده كل حاجة ولا حاجة. ها ماشي، وده كده شوية دي بقى ونقلب، وبعدين ننزل بالمرقة ونسيبها تغلي. تعالى اوكي، غليت كده تقلت طبعا، نضربها بقى عشان البصل يروح اوكي. ماشي يا بصل، بداية وبعدين في ضربة تانية، حط السبانخ ونسوي السبانخ ونضرب ضربة تانية. عايزين تعملوها والسبانخ هكذا هكذا، والله براحتكم، ممكن طبعا جدا يعني تضربوها برضو، ممكن جدا جدا يعني، الحقيقة انا اعملها مضروبة لكن انا شايف انها كده تبقى احلى، ولا انت ايه رأيكم؟ تبقى احلى كده والله. شوف السبانخ متقطعة يعني شرائح رفيعة، ففي الشوربة هتبقى لطيفة. هم عاملين كده حاطين ده على ده اوكي ماشي هكذا، ونقلب. لا طبعا حلوة كده، حلوة كده، ما تضربهاش بقى، حلوة كده يعني. نزود المرقة بتاعتنا بقى شويتين كده ونغلي ونشوف الدنيا عاملة ايه، هي شوربة خلوا بالكم، فلازم ايه يعني شويتين ثلاثة كده تبقى مية هايلة. جرب ملحها بقى، شوف ملحها اخباره ايه، وريني. يمكن شوية دول وريني برضو تحتاج شوية كمان، بس بقى كفاية بقى. حلو كده، حلوة كده، غليت يعني معناته استوت،
يبقى ده كلام جميل، وريحة السبانخ طلعت حاجة جميلة. يلا آخر بقى إيه خطوة في الحدوتة دي، الكريمة. يلا يا عم ادي الكريمة، وطبعا كريمة باردة نازلة عليها، هنسيبها تغلي طبعا طبعا قبل ما نقدم. يلا المهم مش حدوتة جامدة، براحتك انت قلبك تقليبة كده يا ولد. عمل على السيويدز. خلاص ونعرف. شوفوا بقى